إيمانا بتضحيات الشهداء والجرحى أقيمت بمدينة بنغازي ندوة نسائية توعوية لذوي الشهداء وجرحى الجيش الوطني. نحن في هذه التوأمة ما بين الجهات المدنية والعسكرية بتضامن وبتعاون وجهود مشتركة للوقوف على العراقيل التي يتعرض لها الشهداء، أسر الشهداء وكذلك الجرحى. ونحن نعرف أن ليبيا بتاريخها المشرف والبطولات التي سطرت من قبل هؤلاء الرجال الذين نعتز بهم دائما، لابد أن نحن نقف على العراقيل وهي التأهيل النفسي وكذلك الاجتماعي والاقتصادي للوصول إلى حلول ولو كانت بسيطة. الندوة التوعوية التي أقيمت داخل مقر مكتب الشهداء والجرحى شارك فيها مكتب الشهداء والجرحى بحضور آمر ضابط التوجيه المعنوي بإدارة المراسم العسكرية ومكتب الشهداء والجرحى بالمنطقة الوسطى ومدراء من منظمات التنمية القدرات. راح يكون عملنا بيننا وبين المكتب الشهداء بنغازي مبرج مع بعضه، يعني ما فيش اختلاف بين الوسطى وبين المنطقة الشرقية. نحن مدينة واحدة، ليبيا كلها المدينة واحدة، جيشنا واحد، نحن ليبيين. نتمنى أن تنضم تكناتنا العسكرية وينضم وطننا وينضم. أنا عضوة في مجلس الأعلى والأعيان في القبائل الليبية، عضو في منظمة حقوق الإنسان. كم أتمنى بأن المرأة تنهض بنفسها مهما كانت عندها من جرأة وعندها من دور، أن تحاول أنها هي توصل للهدف متاعها، ما تكونش يعني مترددة أو خايفة. أنا أشجع أي مرأة عندها طموح تكون لها دور كبير في نهوض الوطن. وخلال الندوة تم مناقشة تأهيل العائدين من الجبهات والجرحى وأسرهم ومناقشة إعادة اندماجهم في المجتمع، إضافة إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي والوقوف على العراقيل التي تواجههم وسبل تذليلها. الجزئية اللي احنا نتحدث عليها اللي هو تأهيل الناس العائدين من الجبهات، لأن تأهيل هذوم جزء من كيفية إعادة تكيفهم واندماجهم في الحياة، لأن اضطراب ما بعد الصدمة اللي مروا به والكوارث الطبيعية والكوارث اللي بصفة عامة لها أثارها النفسية، سواء كان على الشخص اللي هو مصاب أو جريح أو على الأسر. ندوة نسائية توعوية تهدف إلى إبراز دور المرأة في القوات المسلحة ومكانتها وأهميتها الاجتماعية في الوقوف إلى جانب أسر الشهداء والجرحى، ووقوفها بجانب الرجل يدا بيد في جميع المجالات سواء العسكرية أو المدنية للارتقاء بهذا الوطن وخدمته.